ألفية الإمام السيوطي في علم الحديث. لله حمدي وإليه أستند، وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي. وهذه ألفية تحكي الدرى منظومة، ضممتها علم الأثر فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق. والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان. حد الحديث وأقسام. علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريقي، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيد. بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا. وقيل لا يختص بالموقوع بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر، وشهروا شمول هذين الأثر. والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. الصحيح. حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شذا ولا معللا، والحكم بالصحات والضعف على ظاهيره لا القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى. من تاقدوا فابن الصلاح رجحا قطعا به وكم إمام جانحا. والناووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب. وليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد. وآخرون حاكموا فاضطاربوا لفوق عشر ضمنتها الكتب. فمالك عن نافع عن سيده، وزيد مال الشافعي فأحمده، وابن شهاب عن علي عن أبيه عن جده، أو سالم عمن نبي، أو عن عبيد الله عن حبر البشر هو ابن عباس، وهذا عن عمر. وشعبة عن عمرو وابن مورة عن مرة عن ابن قيس كوم. أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة. ثم ابن سيرنا عن الحبر العلي عبيدة بما رواه عن علي. كذا ابن مهرانا عن إبراهيم عن علقامة عن ابن مسعود الحسن. ووالد القاسم عن أبيه عن عائشة، وقال لا ينبغي التعميم في الإسناد، بل قص بالصحب أو البلاد. فأوفى الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس نما، وعمر فابن شهاب بده عن سالم عن آبه عن جده، وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن عنه راو ما وهن. ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج. وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما. لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر، وللمدينة خذا ابن أبي حكيم.
حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة وما روى معمار عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن للشام لو زعد عن حسان عن الصحاب فائق إتقانا وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها شرحي عنها لا تعد مسألة أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر فقسران كابن جريج وهشيم مالك ومعمر ووالد المبارك وأول الجميع باختصار على الصحيح فاقط البخاري ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحواهما نصيرا وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن لهذا قدم مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطاهما فشرط أول فثان ثم ما كانا على شرط فتنويريهما وربما يعرف للمثوق ما بجعله مساويا أو قدما وشرط ذين كون ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد وعدة الأول بالتحرير ألفان والربع بلا تكرير ومسلم أربعة الآلاف وفيهما التكرار جما وافي من الصحيح فوتا كثيرا وقال نجل أخرم يسيرا مراده على الصحيح فاحمل أخذا من الحكيم أي في المدخل النووي لم يفت الخمسة من ما صح إلا النزه فاقبله ودن واحمل مقال عشر ألف ألف أحوي على مكرر ووقف وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص كابني خزيمة ويتلو مسلما وأوله البستية ثم الحاكما وكم به تساول حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد وبن الصلاح قال ما تفرد فحسن إلا لضعف فردد جويا على امتناع أن يصحح في عصرنا كما إليه جانح وغيره جوازه وهو الأبر فاحكم هنا بما له أدى النظر ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خفى وقد وفى به واستخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث عن لا من طريق من إليه عمد قد جامعا في شيخه فصعدا فربما تفاوتت معنى وفي لفظي كثيرا فاجتنب أن توضفي إليهما ومن عزا أراد بذلك الأصل وما أجاد واحكم بصحة لما يزيد فهو مع العلو ذا يفيد وكثرة الطرق وتبين الذي أبهيم أو أهميل أو سمع ذي تدليس أو مختلط وكل ما وإلا في الصحيح منه سالما خاتمة لأخذ متن من مصر
مصنف يجب عرض على أصل وعدة ندب ومن لنقل في الحديث شارطا رواية ولو مجازا غلطا الحسن المبتضى في حده متى صلى بنقل عدل قل ضبطه ولا شذا ولا عليل وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي الفقهاء وجل أهل العلم فإن أتى من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح أي غيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال أو تدليس أو جهالة إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى وما كان لفسق أو يرى متاغما يرقى عن الإنكار في التعدد بل ربما يصير كالذي بدي والكتب الأوباع ثمة السنن للدار قطر من مظنات الحسن قال أبو داود عن كتابه ذكرت ما صحى وما يشابه وما بي وهل أقل وحيث لا فصالح فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صحى حسن لديه مع جواز أنه ومن فإن يقل قد يبلغ الصحة له قل نحكيها قد حسنا قد جعله فإن يقل فمسلم يقول لا يجمع ذلة الصحيح النوبلا فاحتاج أن يزيل للمصدق وإن يكن في حفظه لا يرتقي هلا قضى في الطابقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية أجب بأن مسلما في شرط ما صح فامنع أل بالحسن يحط فإن يقل في السنن الصحاح مع ضعيفها والباغوي قد جمع مصابحا وجعل الحسان ما في سنن قلنا اصطلاح منتمى يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقد والناس إيمان لم يكون اتفقوا تركا له والآخرون ألحقوا بالخمسة ابن ماجة قيلا ومن مزادهم فإن فيهم وهن تساغل الذي عليها أطلقا صحيحة والدارمي والمنتقى ودونها مساند والمعتل منها الذي لأحمد والحوضلي مسألة الحكم بالصحاف والحسن على متن رواه الترمذي واستشكلا قيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر له وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرد وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاو أبدا للدنيا كل صحيح حسن لا ينعكس وقيل هذا حيث رأيه يلتبس وصاحب النقبات ذائن سرد إسناده والثاني حيث ذو عدد وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجدا لأهل هذا الشام أي حسن لذاته صحيح لغيره لم ما بدا الترجيح أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد لعلة أو لشذوذ واحكم للمتن إن أطلاق ذو حفظ نمي و
وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصريح والمجوبا. وهذه بين الصحيح والحسن وطوبوا مشبهات من حسن. وهل يقص بالصحيح الثابت أو يشمل الحسن نزاع ثابت؟ الضعيف هو الذي عن صفة الحسن قلا وهو على مراتب قد جعل. وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير وهو لا يفيد. ثم عن الصديق لو هاك الله صدقة عن فرقد عن مره. والبيت عمرو ذا عن الجحفي عن حارث العوار عن علي. ولأبي هريرة السري عن داود عن والده أيا وغن. لآنس داود عن أبيه عن أبان وعدد لي أسانيد اليمن. حفصا عنيت العدني عن الحكم وغير ذاك من تراجم تضم. المسند المسند المرفوع ذا اتصال وقيل أول وقيل التالي. المرفوع والموقوف والمقطوع. وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع أو صاحب وقفا رأوا. سواء للموصول والمقطوع في ذين وجعل الرفع للوصل قفي. وما يضاف لتابع مقطوع والوقف إن قيدته مسموح. وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنات من صحابي. كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى. فليفها إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي. ونحو كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قد رأوا صواب. وما أتى ومثله بالرأي لكن قالوا إذ عن سالف ما حملا. وهكذا تفسير من قد صاحب في سبب النزول أو رأيا هبا. وعمم الحاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكي. قال لا من قائل مذكور وقد عصى الهادي في المشهور. وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه. وكل ذا من تابعين مرسل لرابع جزما لهم ولول. صحاح فيه النووي الوقف والفرق فيه واضح لا يخفى. الموصول والمنقطع والمعضل. مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل إسناده الموصول والمتصل. وواحد قبل الصحابي سقط منقاطع قيل أو الصحيب قط. منقاطع من موضعين اثنين لا تواليا ومعضل حيث ولا. ومنه حذف صاحب والمصطفى ومتنه بالتابعين موقفا. المرسل المرسل المرفوع بالتابع أو بكبار أو سقط راو قد حكوا. أشهارها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة. ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر. نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسلم أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس. ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كتاب.
الكبار وإن مشى مع حافظ يجاري وليس من شيوخه من ضعفا كنهي بيع اللحم بالأصل وفا ومرسل الصاحب وصل في الأصح كسامع في كثره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة والذي رأى غلام ميزا لا تحتذي وقولهم عن رجل متصل وقيل بل منقاطع أو مرسل كذاك في الأرجاح كتب لم يسم حاملها أو ليس يدرى ما اتسم ورجل من الصحاب وأذى الصير في معنعنا وليجتبى وقدم رفعك الاتصال من ثقة للوقف والإرسال وقيل عكسه وقيل الأكثر وقيل قدم أحفظا والأشهر عليه لا يقداح هذا منه في أهلية الواصل والذي يفي وإن يكن من واحد تعارض فاحكم له بالمرتضى بما مضى المعلق ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق وفي الصحيح ذا كثير فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحاته عن المضاف عنه وغيره ضعف ولا توهنه وما عزا لشيخه بقالا ففي الأصح احكم له اتصالا وما لغى لدى سواه ضابط فتارة وصل وأخرى ساقط المعنعن ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يغلمي ولم يكن مدلسا وقيل لا وقيل أن نقطع وأما عن سلا ومسلم يشرق تعاصرا فقط وبعضهم طولا صحابة شرط وبعضهم عرفانه بالأخذ عن واستعملا إجازة في ذا الزمن وكل من أدراك ما له روى متصل وغيره قطعا حوى التدليس تدليس الإسناد بأن يروي عن معاصر ما لم يحدثه بأن يأتي بلفظ يوهم اتصالا كعن وأن وكذاك قال وقيل أن يروي ما لم يسمع به ولو تعاصرا لم يجمع ومنه أن يسمي الشيخ فقط قطع به الأداة مطلقا ومنه عطف وكذا أن يذكر حداثنا وفصله الاسم طرى وكله ذنب وقيل بل جرح فعيله ولو بمرة وضح والمرتضى قبولهم إن صرحوا بالوصل فالأكثر هذا صححوا وما أتانا في الصحيحين بعن فحمله وعلى ثبوته طمن وشره التجويد والتسوية إسقاط غير شيخه ويثبت كمثل عن وذاك قطعا يجرح ودونه تدليس شيخ يفصح بوصفه بغير وصف يعرف فإن يكن لكونه يضعف فقيل جرح أو للاستصغار فأمره أخف كاستكثار ومنه إعطاء شيوخ فيها اسما مسمى آخر تشبيها الإرسال الخفي والمزيد في متصل الأسانيد ويعرف الإرسال ذو الخفاء بعدم السماع واللقاء وما
ومنه ما يحكام بانقطاع جهة بزيد شخص واعي وبزيادة تجي وربما يقضى على الزائد أن قد وهم حيث قرينة وإلا احتمل سماعه من دين لما حمل وإنما يعرض بالإقبال عن نفسه والنص من كبار الشاذ والمحفوظ وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجاح والمجعول أرجاح محفوظ وقيل من فرد لو لم يخالف قيل أو ضبطا فقد المنكر والمعروف المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حقق قباله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى المتروك وسم بالمتروك فردا توصب راو له متهم بالكاذب او عارفوه منه في غير الاثر او فسق او غفلات او وهم كفر الافراد الفرد إما مطلق من فارد راو به فإن لضبط بعد ردا وإذ يقرب منه فاحة أو بالغ الضبط فصحح حيث عن ومنه نسبي بقيد يعتمد بثيقة أو عن فلان أو بلد فيقرب الأول من فرد ورد وهكذا الثالث إن فرد الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض والمتواتر الأول المطلاق فردا والذي له طريقان فقط له خذي واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورنا رآه قوم يساوي المستفيض والأصح هذا بأكثر ولكن ما وضح حد تواتر وكل ينقسم لما بصحة وضعف يتسم والغالب الطاف على الغريب وقسم الفرد إلى غريب في متنه وساند والثاني قد ولا ترى غريب متن لا سند ويطلق المشهور للذي اشتهر في الناس من غير شروط تعتبر وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماع على الكذب فالمتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود والقول باثني عشر وعشرين يحكى وأربعين أو سبعين وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزاته وهو وهم بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف نظير خمس وسبعون رووا من كذب ومنهم العشرات ثم انتسب لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين ولابن حبان العزيز ما وجد بحده السبيق لكن لم يجد وللعلاء جاء في المأثور بوصفي العزيز والمشهور الاعتبار والمتابعات والشواهد الاعتبار سبه ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه فإن يشاركه الذي به اعتبر أو شيخه أو فوق تابع أثر وإن يكن متن بمعناه ورد فشاهد وفاقد ذين فرد وربما يدعى الذي بالمعنى متابعا وعكسه زيادة الثقات
وفي زيادات الثقات الخلف جم ممن رواه ناقصا او من اتم ثالثها تقبال لا ممن خزل وقيل ان في كل مجلس حمل بعضا او النسيان يدعيه تقبل والا يتوقف فيه وقيل ان اكثر حبها ترد وقيل فيما ان رواه كلاً عدد إن كان من يحذفها لا يغفل عن مثلها في عادة لا تقبل وقيل لا إذ لا تفيد حكما وقيل خذ ما لم تغير نظما وبن الصلاح قال وهو المعتمد إن قال فاسمى للثقات فهي رد أو لا فخذ تلك بإجماع وضح أو قال فالإطلاق فاقبل في الأصح المعلم. وعلة الحديث أسباب قفت تقداح في صحاته حين وفت مع كونه ظهير السلامة فليحدد المعلما قد رامه ما ليئ فيه علة تقداح في صحاته بعد سلامة تفي يدركها الحافظ بالتفرد والقلب مع قرائن فيهتدي للوهم بالإرسال أو بالوقف أو تداخل بين حديثين حكم بحيث يقوى ما يظن فقضى بضعفه أو رابه فأعرضا والوجه في إدراكها جمع الطرق وسبه أحوال الرواة والفرق وغالبا وقوعها في السند وكحديث في البسملة في المسند ونوع الحاكم أجناس العلل لعشرة كل بها يأتي الخلل ومنه ما ليس بقادح كأن يبديل عدلا بمساو حيث عن وربما أعل بالجلي كالقطع بالمتاصل القوي والفسق والكذب ونوع جروحي وربما قيلت لغير القدح كوصل ثبت فعلى هذا رأوا صحى معل وهو في الشاذي حكوا والنسق قد أدراجه في العلل الترمذي وقصه في العمل المضطرب ما اختلفت وجوه حيث ورد من واحد أو فوق متنا أو سند ولا مرجحا هو المضطرب وهو لتضعيف الحديث موجب إلا إذا ما اختلفوا في اسم أو بلفيقة فهو صحيح مضطرب الزركش شذ القلب والشذوذ عنه والاضطراب في الصحيح والحسن وليس منه حيث بعضها رجح بل نكر ضد أو شذوذه وضح المقلوب القلب في المتن وفي الإسناد قر إما بإبدال الذي به اشتهر بواحد نظيره ليقربا أو جعل إسناد حديث اجتبا لآخر وعكسه إغرابا لو كنت حنا كأهل بغداد حكم وهو يسمى عندهم بالسارقة وقد يكون القلب سهوا أطلقه المدرج ومدرج المتن بأن يلحق في أواله أو واسط أو طارف كلام راو ما بلا فصل وذا يراف بالتفصيل في أخرى كذا بنص راو أو إمام وما عرفانه في وسط أو أوالها ومدرج الإسناد متنين روى بسند لواحد
واحد أو ذا سوى طرف بإسناد فيروي الكل به أو بعض متن في سواه يشتبه أو قاله جماعة مختلفة في سند فقاله مختلفة وكل ذا محرب وقادح وعندي التفسير قد يسامح. الموضوع الخابر الموضوع شر الخابر وذكره لعالم به احمري في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه والوضع فيه عرفا إما بالإقرار وما يحكيه وركة وبدليل وأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله وأن يكون ما نقل حيث الدواعي اختلفت بنقلي وحيث لا يجاد عند أهله وما به وعد عظيم نوعي على حقير وصغيرة شديد وقال بعض العلماء الكملي احكم بوضع صابر إن ينجلي قد باين المعقول أو منقول خلافه أو ناقض الوصول وفسر الأخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مع قطع منع عامل تردد والواضعون بعضهم ليفسد دينا وبعض النصر رأي قاصد كذا تكسبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى وشروهم صوفي قد واضعوا محتاسبين الأجر فيما يدعوا فقوبلت منهم ركونا لا هم حتى أبالغ الأولى هم كالواضعين في فضائل السور فمن رواها في كتابه فذر والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوازه مخالف الإجماع وجازم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصد وغالب الموضوع مما اختلق وضيعه وبعضهم قد لفق كلام بعض الحكماء ومنهما وقوعه من غير قصد واغما وفي كتاب والد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهما من الصحيح والضعيف والحسن ضمنته كتابي القول الحسن ومن غريب ما تراه فعلني فيه حديث من صحيح مسلم. خاتمة شر الضعيف الوضع فالمتروك ثم ذو النكر فالمعل فالمدراج ضم وبعده المقلوب فالمضطارع وآخرون غير هذا رتب ومن روى متنا صحيحا يجزم أو واهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناده يمرض وتركه بيان ضعف قد رضوا في الواضع أو فضائل الأعمال لا العقد والحرام والحلال ولا إذا يشتد ضعف ثم من ضعفا رأى في سند ورام أن يقول في المتن ضعيف قيد في سند خوف مجيء أجوز ولا تضعف مطلقا ما لم تجر ضعيفه مصرحا عن مجتهد. من تقبل روايته ومن ترد؟
بناقل الأخبار شرطانهما عدل وضبط أن يكون مسلما مكلفا لن يرتكب فسقا ولا قرما مؤت ولا مغفلا يحفظ إن يملي كتابا يضبط إن يروي منه عالما ما يسقط إن يروي بالمعنى وضبطه عرف إن غالبا وفاق من به مصف واثنان إن زكاه عدل والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح أو كان مشهورا وزاد يوسف بأن كل من بعلم يعرف عدل إلى ظهور جرح وأبوا والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح ما لم يوثق من بإجمال جرح ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى وفي الأنثى خلاف قد ذكر وقدم الجرح ولو عدى له أكثر في الأقوى فإن فصاله فقال منه تاب أو نفاه بوجهه قديم من زكاه وليس في الأظهار تعديلا إذا عنه روى العدل ولو قص بذا وإن يقل حدث من لا أتهم أو ثيقة أو كل شيخ ليوسم بثيقة ثم روى عن مبغم لا يكتفى على الصحيح فاعلمي ويكتفى من عالم في حق من قل له وقيل لا ما لم يبن وما اقتضى تصحيح متن في الأصح فتوى بما فيه كعكسه وضح ولا بقاء حيثما الدواعي تبطيله والوفق للإجماع ولا افتراق العلماء الكملي ما بين محتج وذي تأمل ويقبل المجنون إن تقطعا ولم يؤثر في إفاقة معا وتارة مجهول عين ما روى عنه سوى شخص وجرحا ما حوى ثالثها إن كان من عنه انفرد لم يروي إلا للعدول لا يرد رابعها يقبال إن زكاه حبر وذا في نخبة رآه قميصها إن كان ممن قد شهد بما سوى العلم كنجدة وبر والثالث الأصح ليس يقبل من باطنا وظاهرا يجهل وفي الأصح يقبل المستور في ظاهره عدل وباطن خفي ومن عرفنا عينه وحاله دون اثنه وناسب ملنا له ومن يقل أخبرني فلان لو هذا لعدلين قبوله رأوا فإن يقل أو غيره أو يجهل بعض الذي سماهما لا تقبل وكافر ببدعة لن يقبل ثالثها إن كاذبا قد حلل غيره يرد منه الرافض ومن دعا ومن سواهم نغتضي قبولهم لا إن رووا وفاقا لرأيهم أبدى أبو إسحاقا ومن يتب عن فسقه فليقبل أو كاذب الحديث فابن حنبل والصيرفي والحميدي أبوا قبوله أبدا ثم أو عن كل ما من قبل ذا رواه والناووي كل ذا أباه وما رآه الأولون أوجحوا دليله في شرحنا موضحوا ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه لكن بفرع ما قدح أو قال لا أذكره ونحو ذا كأن ذي فصح حقوا أن يؤخذ وآخذ أجر الحديث يقدح جماعة وآخرون
تسامحوا وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا وقبل من يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أصله الردى وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وصيدا بأن يبين عالم وعالدا وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإسناد فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبات ثبت بروك وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأمل. مراتب التعديل والتجريح. وأرفع الألفاظ في التعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل كأوثق الناس وما أشباغها أو نحوه نحو إليه المنتغى ثم الذي كرر مما يفرد بعد بلفظ أو بمعنى مورد يليه ثبت متقن أو ثقة أو حافظ أو ضابط أو حجة ثم صدوق أو فمأمون ولا بأس به كذا خيار وتلا محل الصدق رووا عنه وثق شيخ مكررين أو فردا فقط وجيد الحديث أو يقارب حسانه صريحه مقارب ومنه من يوما بمدع أو يضم إلى صدوق سوء حفظ أو وغم يليه مع مشيئة أو دوب أن لا بأس به سويلح مغلول عن وأسوأ التجريح ما قد وصف بكاذب والوضع كيف صرف ثم بذين اتهموا فيه نظر وساقط وغالب لا يعتبر وذالب وساكت عنه ترك وليس بالثقات بعده سلك ألقوا حديثه ضعيف جدا ارمي به واهن بمرة ردا ليس بشيء ثم لا يحتج به كمنكر الحنيف أو مضطرب وإن ضعيف ضعف يليه ضعيف أو ضعف مقال فيه ينكر ويعرف فيه خلف طعن تكلم سيء حفظ لين ليس بحجة أو القويم بعمدة بذاك بالمرضي تحمل الحديث ومن بكفر أو صبا قد حامل أو فسقه ثم روى إن كاملا يقبله الجمهور والمشتهر لكن للحمل بل المعتبر تمييزه أن يفهم الخطاب قد ضابط ورده الجواب وما رووا عن أحمد بن حنبل ونجل هارون على ذا نزل وغالبا يحصل إن خمس غبر فحده الجل بها ثم استقر وكتبه وضبطه حيث استعد وإن يقدم قبله الفقه أسد. أقسام التحمل. على وجوه من يريد حملا سماع لفظ الشيخ أملا أملا من حفظ نوم كتب ولو وراء ستر إذا عرفته أو أخبر معتمد ورد هذا شعبه ثم سمعت في الأداء أشبه وبعده التحديث فالإخبار ثم أنباءنا نباءنا وبعدهم قالا لنا ودون
ذكر وفي المذاكرات هذه أبط وبعضهم قال سمعت أخبرا وقيل إن على العموم أخبرا وبعد ذا قراءة عرضا دعوا قراءتها من حفظ أو كتاب أو سمعت من قارئ له والمسمع يحفظه أو ثقة مستمع أو أمسك المسمع أصلا أو جرى على الصحيح ثقة أو من قرأ والأكثرون حكوا الإجماع أخذا بها وألغوا النزاع وكونها أرجاح مما قبل أو ساوته أو تأخرت سلف حكم وفي الأداء لا قرأت أو قري ثم الذي في أول إن تذكري مقيدا قراءة لا مطلقا ولا سمعت أبدا في المنتقى والمرتضى الثالث في الإخبار يطلق للتحديث في الأعصار واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبارني وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبارنا وحيث شك في سماع أو عدد أو ما يقول الشيخ وحد في الأسد ولم يجوز من مصنف ولا من لفظ شيخ فارئ أن يبدلا أخبار بالتحديد أو عكس بلا يجوز إن سوى وقيل حوقلا إذا قرى ولم يقر المسمع لفظا كفى وقيل ليس ينفع ثالثها يعمال أو يرويه بقد قرأت أو قري عليه وليروي ما يتنعه ولو منع الشيخ أو قصاص غيرا أو رجع من غير شك والسماع في الأصح ثالثها من ناسخ يفهم صح رابعها يقول قد حضرت ولا يقول حدثت أو أخبرت والخلف يجري حيثما تكلم أو أسرع القارئ أو إن هينما أو بعد السميع لكن يعفى عن كلمة وكلمتين تخفى ويستحب أن يجيز المسمع جبرا لذا وكل نقض يقام وجاز أن يروي عن مليه ما بلغ السميع مستمليه للأقدمين وعليه العمل وابن الصلاح قال هذا يحضن والخلف يجري في الذي لا يفهم كلمة فمنه قد يستفهم ثالثها إجازة واختلف فقيل لا يروي بها وضعف وقيل لا يروي ولكن يعمل وقيل عكسه وقيل أفضل من السماع والتساوي نوكلا والحق أن يروى بها ويعمل وأن غادنا السماع للسلف واستاويا لدى أناس القلف عيان ما أجاز والمجاز له أو ذا وما أجازه قد أجمل فإن يعمم مطلقا أو من وجد في عصره صحيح رد واعتمد ما لم يكن عمومه مع حصري فصححا كالعلماء بمصري والجهل بالمجاز والمجاز له كلم يبين ذو اشتراك أبطلا ولا يضر الجهل بالأعيان مع تسمية أو لم يصفح ما جمع بالأصح أبطل وإن يقل أجزت من شاء ومن شاء علي وصححوا أجزته إن شاء أو أجزت من شاء رواية رأوا والإذن للمعدوم في الأقوال
وامتنع ثليثها جزى لموجود تبع وصححوا جوازها لطفل وكافر ونحو ذا وحمل ومنعها بما المجيز يحمله من بعدها فإن يقل لا نبطله أجزت ما صحا وما يصح لك مما سمعت أو يصح ما سلك مثل ذا لا تدخل المجاز أو صح عند غير من أجاز ومن رأى إجازة المجاز ولو على فذاك ذو سياد ولفظها أجزته أجز له فأن يقط ناويا فيهمله وليس شرطا القبول بل إذا ردا فعندي غير قادح بذا واستحسنت من عالم لباهر وشرطه يعزى إلى أكابر رابعها عندهم المناولة أن يعطي المحدث الكتاب له ملكا تلي إعارة أو يحضره للشيخ بالعلم لكيما ينظره ثم يرده إليه وأذن بصورتين في رواية فدن وآخذوا بهذه إجماعا بل قيل ذي تعادل السماع وآخرون فضلوها والأصح تلي وتركها إجازة وضح وصح إن والا واسترد ومن مساوي ذاك نصي أدى قيل وما له بالامتياز على الذي عين من مجاز وإن يكن أحضاره من يعتمد وما رأى صحا وإلا فليرد فإن يقل أجلته إن كان صحا ويروى عنه حيث بانا وإن يناوي لا مع الإن ولا هذا سماعي فوفاقا باطلا وإن يقل هذا سماعي ثم لم يأذن ففي صحاتها قل ومن يناول أو يجد فليأكل أنباءني ناولني أجازني أطلاق أو أباح أو سواغ أو أذين أو مشبه غادي ورأى ثليث غاب صححا أن يورد حتى فنا أخبارنا مقيدا وقيل طير في مجاز قاصرا وبعضهم يقص بخبرا وبعضهم يروي بنحو لي كتب شفاه وهو موهب فليجتنب بالاقتراح مطلقا لا يمتنع أخبار إن إسناد جزء قد سمع وعن وأن جودوا فيما يشك سماعه وفي المجاز مشترك قميص غا كتابة الشيخ لمن يغيب أو يحضر أو يأذان أن يكتوب عنه فمتى أجاز فهياك من ناوال حيث امتاز أو لا فقيل لا تصح والأصح صحاتها بل وإجازة رجح ويكتفي المكتوب أن يعرف قد كتيبه وشاهد بعض شرط ثم ليقل حتى تري أخبارني كتابة والمطلقين وهمي السادس الإعلام نحو هذا روايتي من غير إن حاذا فصححوا إلغاءه وقيل لا وأنه يروي ولو قد حاضلا والخلف يجري في وصية وفي وجادة والمنع فيهما كفي وفي الثلاثة إذا صح السند نرى وجوب عمل في المعتمد يقال في وجادة وجد
بخطه وإن تقل ظننت بغير خط قال ما لم ترتبي في نسخة تحر فيه توصبي وكله منقاطع ومن أتى بعن يدلف أو بأكبر مدة فإن يقل فمسلم فيه ترى وجازة فقل أتى من آخر. كتابة الحديث وضبطه. كتابة الحديث فيه اختلف ثم الجواز بعد إجماعا وفا مستاند المنع حديث مسلم لا تكتب عني فالخلف نمي فبعضهم أعلموا بالوقف وآخرون عللوا بالخوف من اختلاط بالقرآن فانتسق لأمنه وقيل ذلك لمن نسق الكل في صحيفة وقيل بل لآمن نسيانه لا للخلل ثم على كتيبه صوف الهمم للضبط بالنقط وشكل ما عدم وقيل شكل كله لذي ابتدا وفي سمن محل لبت أكدا واضبطه في الأصل وفي الحواشي مقطع عن حروف مول الناشي والخط حقق لا تعلق تمشقي ولا بلا معذرة تدققي وينبغي ضبط الحروف المهملة بنقطها أو كتب حرف أسفله أو غمزة أو فوقها كلامة أو فتحة أو غمزة علامة والنقط تحت السين قيل صفا وقيل كالشين أتى في تلفا والكاف لم تبسق فكاف كتبا في بطنها واللام لاما صاحبا والرمز بين وسواه أفضل وبين كل آثرين مفصل بدارة وعند عرض تعجم وكاره فصلا مضاف موهم واكتب ثناء الله والتسليما مع الصلاة والرضا تعظيما ولا تكن ترميزها أو تفردي ولو قال الأصل خلاف أحمدي ثم عليه حتما المقابلة بأصله أو فرع أصل قابلة وخيرها مع شيخه إذ يسمع وقال قوم ما على وقيل هذا واجب ويكتفى ثقة قباله في المقتفى ونظر السامع منه يندب في نسخة وابن معين يجب إن لم يقابل جاز أن يروي إن ينسخ بنصل ضابط ثم ليبن وكل ذا معتبر في الأصل وساقطا قرد له بالفصل منعاطفا وقيل موصولا إلى إنا بغير صرف سطر واعتلى وبعده صحا وقيل زد رجع وقيل كرر كلمة لكن منع وخرجا لغير أصل من وسط وقيل ضبر خوف لبس ما سقط ما صح في نقل ومعنى وهو في معريض شك صح فوقه قفي أو صح نقلا وهو في المعنى فسد ضبر ومرض فوقه صاد تمد كذاك في القطع وفي الإرسال وبعضهم أكاد في اتصال لعطف أسماء بصاد بينهم واختصر التصحيح فيها بعضهم وما يزيد في الكتاب فامح أو حكى أو اضرب وهو أولى ورأوا وصلا لهذا الخط بالمضروب وقيل بل يفصال من مكتوب.
مبيت عاطفا من طرفيه أو كتب صفرا بجانبيه أو ما أصب بنصف دارة فإن تكرر زيادة الأذكور منها أو عرى وبعضهم يكتب لا أو من على أواله أو زائدا ثم إلى وإن يكن الضرب على مكرر فالثاني يضرب في ابتداء الأذكور وفي الأخير أولا أو مزدعا والوصف والمضاف صلا تقطع وحيث لا وواقع في الأثنى قولان فان أو قليل حسنى وذو الرواية يضم الزائدة مؤصلا كتابه بواحدة ملحق ما زاد بغامش وما ينقص منها فعليه أعلما مسميا أو رامزا مبينا أو ذا وذا بحمرة وبينا وكاتبوا حتى ثنا ثنا ونا ودا ثنا ثم أنا أخبارنا أو آرنا أو آبنا أو آخنا حدثني قسها على حدثنا وقال قافا معفنا أو تفرد وحلفها في القط أصلا أجود وكاتبوا حا عند تكرير سند فقيل من صحا وقيل ذا فرد من الحديث أو لتحويل ورد أو حائل وقولها لفظا أسد وكاتب التسميع فليبسمل ويذكر اسم الشيخ ناسبا جلي ثم يسوق سندا ومثنى لآخر وليتجانب وهنا ويكتب التأريق مع من سامعوا في موضع ما وابتداء أنفعوا وليات موثوقا ولو بخطه لنفسه وعدهم بضبطه أو ثيقة والشيخ لم يحتج إلى تصحيحه وحلف بعض كوملا ومن سمع الغير في كتابه بخطه أو خط بالرضا به نلزمه بأن يعيره ومن بغير خط أو رضاه فليسن وليسرع المعار ثم ينقل سماعه من بعد عرض يحسن صفة رواية الحديث ومن روى من كتب وقد علي حفظا أو السماع لما يذكر أو غاب أصل إن يك التغيير يندور أو أمي أو ضرير يضبطهما معتمد مشهور فكل هذا جوز الجمهور ومن روى من غير أصله بأن يسمع فيها الشيخ أو يثني على جوزوه ورأى أيوب جوازه وفصل الخطيب إن اطمأن أنها المسموع فإن يجزه يوبح المجموع من كتبه خلاف حفظه يجد وحفظه منها الكتاب يعتمد كذا من الشيخ وشك واعتمد حفظا إذا أيقان والجمع أسد كما إذا قال فذو حفظ وفي من يروي بالمعنى خلاف قد خفي فالأكثرون جوزوا للعارف ثنيثها يجوز بالمرادف وقيل إن أوجاب علما القدر وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر وقيل في الموقوف وامنعه لدى مصنف وما به تعبدا وقل أخيرا أو كما قالا وما أشباهه كالشك فيما أبهما وجائز حلفوك بعض الخابر إن لم يخل الباقي عند الأكثر وامنع لذي تهمة ف
فإن فعل فلا يكمل خوف وصف في خلل والخلف في التقطيع في التصنيف يجري وأولى منه بالتخفيف واحذر من اللحن أو التصحيف خوفا من التبديل والتحريف فالنحو واللغات حق من طلب وخذ من الأفواه لا من الكتب في قاطئ ولحن أصل يروى على الصواب معربا في الأقوى ثليثها تركو كليهما ولا تمحو من الأصل على من توكلا بل ألقه مضببا وبين صوابه في هامش ثم إن تقرأه قد مصلحا في الأولى والأخذ من مدن سواه أولى وإن يك الساقيط لا يغير كبن وحوض زد ولا تعسر كذا كما غاير حيث يعلم إتيانه ممن على وألزم يعني وما يدروس في الكتاب من غيره يلحق في الصواب كما إذا يشك واستثبات من معتمد وفيه ما نرد الأمن ومن عليه كلمات تشكل يروي على ما أوضح إن يسأل ومن روى متنا عن أشياخ وقد توافق معنا ولفظ ما اتحد مقتصرا بلفظ واحد ولم يبين اختصاصه فلم يلم أو قال قد تقاربا باللفظ أو واتحد المعنى على خلف حكوا وإن يكن للفظه يبين ما قال أو قال فذاك أحسن وإن روى عنهم كتابا قوبلا بأصل واحد يبين احتملا جوازه ومنعه وفصلا مختلف بمستقل وابلا ولا تزد في ناسبلا وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن بنحو يعني أو بأن أو به أما إذا أتمه أوله أجزه في الباقي لدى الجمهور والفصل أولى قاصر المذكور وقال في الإسناد قل ها نطق لو قيل له والترك جائزا رأوا نوسق إسنادها قد اتحد نظما أعد في كل متن في الأسد لا واجبا والبدء في أولاده به وباق أدرجوا معوابه وجاز مع ذا ذكر بعض بالسند منفاردا على الأصح المعتمد والميز أولى والذي يعيد في آخر الكتاب لا يثني سابق بالمتن أو بعضي سند ما يتمه أجز فإن يرد حينئذ تقديم كله رجح جوازه كبعض متن في الأصح وابن خزيمة يقدم السند حيث مقال فاتبع ولا تعد ولو روى بسند متنا وقد جداد إسنادا ومتن لم يعد بل قال فيه نحوه أو مثله لتروي بالثاني حديثا قبله وقيل جاز إن يكن من يرويه ذا ميزة وقيل لا في نحوه الحاكم اخصص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق سنة والوجه أن يقول مثل قابري قبل ومثل كذا فليذكر وإن ببعضه أتى وقوله وذاكر الحديث أو بقوله فلا تتمه وقيل جاز إن يعرف وقيل إن أجاز وقل على الأول قال وذكر حديثه وهو كذا وأتي القبر وجاز أن يبدل بالنبي
رسوله والعكس في القول وسامع بالوهم كالمذاكرة بيان حتما والحديث ما ترى عن رجلين في قتين أو جرح إحداهما فحل فواحد أبح ومن روى بعض حديث عن رجل وبعضه عن آخر ثم جمل ذلك عن ذين مبينا بلا ميل أجز وحلف شخص قوبلا مجرحا يكون أو معدلا وحيث جوف واحد لا تقبلا آداب المحدث. وأشرف العلوم علم الآثار فصحح النيات ثم طهري قلبا من الدنيا وزد حرصا على نشر الحديث ثم من يحتج إلى ما عنده حدث شيخا أو حدث ورد للأوجاح ناصحا وحث ابن دقيق العيد لا ترشد إلى أعلى في الإسناد إذا ما جهلا ومن يحدث وهناك أولى فليس كرها أو خلاف الأولى هذا هو الأرجاح والصواب عهد النبي حدث الصحاب وفي الصحاب حدث الأتباع يكاد فيه أن يرى الإجماع وهو على العين إذا ما انفرد كفاية إذا تعددا ومن على الحديث تخليطا يقف لهارم أو ليعما والضعف كف ومن أتى حدث ولو لم تنصلح نياته فإنها سوف تصح فقد روينا عن كبار جلة أبى علينا العلم إلا لله وللحديث الغسل والتطهر والطيب والسواك والتبخر مسرحا واجلس بصدر بأدب وهل أتم متاكئا على رتب ولا تقم لأحد ومن رفع صوتا على الحديث فازبره ودع ولا تحدث قائما أو مضطجع أو في الطريق أو على حال شنع وافتتح المجلس كالتتميم بالحمد والصلاة والتسليم بعد قراءة لآل ودعاء وليات مقبلا عليهم معا ورد للحديث واعقد مجلسا يوما بأسبوع للملاء اكتسا ثم اتخذ مستمليا محصلا وزد إذا يكفر جمع واعتلا يبلغ السميع أو يفهم واستنصتا إذا تكلموا وبعده بسمال ثم يحمد مصليا وبعد ذاك يرد ما قلت أو من قلت مع دعائه له وقال الشيخ في انتهائه حدثنا ويورد الإسناد مترجما شيوخه الأفراد وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعب واروي في الإملاء عن شيوخ عدلوا عن كل شيخ آثر ويجعل أرجاحهم مقدما وحذر وعاليا قصير مسن اختري ثم أبن علوه وصحته وضبطه ومشكلا وعلته واجتنب المشكل كالصفات ورخصا مع المشاجرات والزهد مع مكارم الأخلاق أولى في الإملاء بالاتفاق واختمه بالإنشاز والنوادر ومتقن خراجه للقاصر أو حافظ بما يهم يشغل وقابل الإملاء حين يكمل مسألة
وذا الحديث وصف فاختص بحافظ كذا الخطيب نص وهو الذي إليه التصحيح يرجع والتعديل والتجريح أن يحفظ السنة ما صحا وما يجري الأسانيد وما قد وهم فيه الرواة زائدا أو مدرجا وما به الإعلان فيها نهجا يدري اصطلاح القوم والتميز بين مراتب الرجال ميزا بثقة والضعف والطباق كذا الخطيب حد للإطلاق وصرح المزي أن يكون ما يفوته أقل مما علم ودونه محدث أن تبصره من ذاك يحمل ما لم مستكثره ومن على سماعه المجرد مقتصر لا علم بالمسند وبأمير المؤمنين لقبوا ذوي الحديث قيد من لا منقبوا آداب طالب الحديث وصحح النيات ثم استعملي مكارم الأخلاق ثم حصلي من أهل مصرك العلي فالعلي ثم البلاد ارحل ولا تسهلي بالحمل وعمل بالذي ترويه والشيخ فجل لا تطل عليه ولا يعوقك الحياة عن صالمي والكبر وابن الم ما تفاد واكتبي للعالي والنازل للاستبصار لا كثرة الشيوخ لافتقار ومن يفرك العلم لا تؤخري بل خذ ومهما تروي عنه فانظري فقد رووا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي وتمم الكتاب في السماء وإن يكن للانتخاب داعي فلينتخب عليه ومن فرد وقاصر أعانه من استعد وعلموا في الأصل للمقابلة أو لذهاب فرعه فعادلة وسامعوا الحديث باقتصار عن فهمه كمثل الحمار فليتعرض ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكل وأسمى رجاله وما حواه علما واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح وقدم الصحاح ثم السنن ثم المسانيد وما لا يؤتنى واحفظه متقنا وذاكر ورأوا جواز كتم عن خلاف الأهل أو من ينكر الصواب إن يذكري ثم إذا أهلت صنف تنهري ويبقي ذكرا ما له من غاية وإنه فرض على الكفاية فبعضهم يجمع بالأبواب وقوم المسناد للصحاب يبدأ بالأسباق أو بالأقرب إلى النبي أو الحروف يجتبي وخيره معلل وقد رأوا أن يجمع الأطراف أو شيوخا أو أبوابا أو تراجما أو طرقا واحذر من الإخراج قبل الانتقاء وهل يثاب قارئ الآثار كقارئ القرآن فالفنجاري العالي والنازل
قد خصت الأمات بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد وطالب العلو سنة ومن يفضل النزول عنهما فطن وقسموه خمسة كما رأوا قرب إلى النبي أو إمام أو بنسبة إلى كتاب معتمد ينزال لو ذا من طريق ورد فإن يصل لشيخه موافقه أو شيخ شيخ بادل أو وافقه في عدد فهو المساواة وإن فردا يزد مصافحات فاستبن وقيدم الوفاة أو 50 عاما تقضت أو سوى 20 وقيدم السماع والنزول نقيضه فخمسة مجهول وإنما يذم ما لم ينجبر لكنه علو مع من يقتصر ولابن حبان إذا دار السند من عالم ينزيل أو عالم فقد فإن ترى للمتن فالأعلام وإن ترى الإسناد فالعوام المسلسل هو الذي إسناده رجاله قد تابعه في صفة أو حالة قولية فعلية كليهما لهم أو الإسناد فيما قسما وخيره الدال على الوصف ومن مفاده زيادة الضبط زك وقل ما يسلاب في التسلسل من قالل وربما ما لم يوصلي كأولية لسفيان انتهى وخيره مسلسل بالفقهاء غريب ألفاظ الحديث أول من صناف فيه معمر والنضر قولان وقول آثر وابن الأثير الآن أعلى ولقد لخصته مع زوائد تعد فعني به ولا تقب بالظن ولا تقلد غير أهل الفن وخيره ما جاء من طريق نوع عن الصحابي وراو قد حكوا المصحف والمحرم والعسكري صناف في التصحيف والدار قطني أيما تصنيف فما يغير نقطه مصحف أو شكله لا أحرف محرف فقد يكون ساندا ومتنا وسامعا وظاهرا ومعنا فأول مراجم صحافه يحيى مزاحم فما أنصافه وبعده يشققون القطب صحافه وكي قال الحاطب وثالث كخالد بن علقمة شعبات قال مالك بن عرفطة ورابع مثل حديث احتاجرا صحافه بالميم بعض الكبرى وخامس مثل حديث العالم ظن القبيل عالم من عانده الناسخ والمنسوخ النسخ رفع أو بيان والصواب في الحد رفع حكم شرع ذي خطاب فعنا به فإنه مهم وبعضهم أتاه فيه الوهم يعرف بالنص من الشريع أو صحيبه أو عرف الوقت ولو صح حديث وعلى ترك العمل أجميع فالوفق على الناس خدل مختلف الحديث
أول من صنف في المختلف الشافعي فكن بذا النوع حفي فهو مهم وجميع الفرق في الدين تضطر له فحققي وإنما يصلح فيه من كمل فقها وأصلا وحديثا واعتمل وهو حديث قد أباه آخر فالجمع إن أمكن كان لا ينافي كمتن لا عدوى ومتن فرا فذاك للطبع وذا للاستقرا وقيل بل سدوا ذريعة ومن يقول مخصوص بهذا ما وغن أولى فإذ يعلم ناسخ كفي أولى فرجح وإذا يخفى قفي وغير ما أريض فهو المحكم ترجام في علم الحديث بالحاكم ومنه ذو تشابه لم يعلم تأويله فلا تكلم تسلمي مثل حديث إنه يغان كذا حديث أنزل القرآن أسباب الحديث أول من قد ألف الجباري فالعبري في سبب الآثار وهو كما في سبب القرآن مبين للفقه والمعاني مثل حديث إنما الأعمال سبابه فيما رووا وقالوا مهاجر لأم قيس كي نكح من ثم ذكر امرأة فيه صلح معرفة الصحابة حد الصحابي مسلما لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول كذاك الأتباع مع الصحابة وقيل مع طول ومع رواية وقيل مع طول وقيل الغزو أو عام وقيل مدرك العصر ولو وشرطه الموت على الدين ولو تخلل الردات والجن رأوا دخولهم دون ملائك وما نشرق بلوغا في الأصح فيما وتعرف الصحبات بالتواتر وشهرة وقول صحب آخر أو تابعي والأصح يقبل إذا ادعى معاصر معدل وهم عدول كلهم لا يشتبه الناووي أجمع من يعتد به والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يلي ابن عمر وآنس والبحر كالقدري وجابر وزوجة النبي والبحر أوفاهم فتاوى وعمر ونجله وزوجة الهادي الأمر ثم ابن مسعود وزيد وعلي وبعدهم عشرون لا تقلل وبعدهم من قل فيها جد عشرون بعد مئة قد عدى وكان يفتي القول فابن عوف لي عهد النبي زيد معاذ وأبي وجامع القرآن منهم عدة فوق الثلاثين فبعض عدى وشعراء المصطفى ذو الشام ابن رواحة وكعب حسان والبحر وابن عمر وعمر وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود لهم عبادله وغلطوا من غير هذا مال له والعد لا يحصرهم توفي عما يزيد عشر ألف ألف وأول الجميع للصحابة هو البخاري وفي الإصابة أكثر من جمع وتحليل وقد لقى
قصته مجلدا فليستفد وهم طباق قيل خمس وذكر عشر مع اثنين وزائد فالأولون أسلموا بمكة يليهم أصحاب دار الندوة ثم المهاجرون للحبشة ثم اثنتان سبئل العقبة فأول المهاجرين لقبى فأهل بدر ويلي من غضبا من بعدها فبيعة الرضوان ثم بعد صلح وبعدهم مسلمة الفتح فصبيان رأوا والأفضل الصديق إجماعا حكوا وعمر بعد وعثمان يلي وبعده أو قبل قولان علي فسائر العشرات فالبدرية فأوحد فالبيعة الزكية والسابقون لهم مزية قيل أهل البيعة المرضية وقيل أهل القبلتين أو هم بدرية أو قبل فتح أسلموا واختالفوا أولهم إسلاما وقد رأوا جمعهم انتظاما أول من أسلم في الرجال صديقهم وزيد في الموالي وفي النساء خديجة وبالصغر علي والرقي بلال اشتغر وأفضل الأزواج بالتحقيق خديجة مع ابنة الصديق وفيهما ثالثها الوقف وفي عائشة وابناته الخلف قفي يليهما حفصة فالبواقي وآخر الصحاب باتفاق موتا أبو الطفيل وهو آخر بمكة وقيل في غجابه بطيبة السائب أو سهل أنس ببصرة وابن أبي أو فاحبس بكوفة وقيل عمرو أو أبو جحيفة والشام فيها صوب الباهي أو ابن بسر ولدا مصر بن جد وابن لكوع بدا والحبر بالطائف والجعدي بأصبغان وقضى الكندي العرس في جزيرة ببرقة رويفع الهرماس اليمامة وقوبض الفضل بسمر قندا وفي سجستان الأخير العدا النووي ما عرفوا من شاهدا بدرا مع الوليد إلا مرفدا والباغوي زاد أن معنا وآبه وجده بالمعنى وأربع توالدوا صحابة حريفة المولى أبو قحافة ومات والصديق ممن هاجر من والداه أسلم قد أوثرا وليس في صحابة أسن من صديقهم مع سهيل فاستبن أجمالهم دحية الجميل جاء على صورته جبريل معرفة التابعين وأتباعهم ومن مفاد علم ذا والأول معرفة المرسال والمتصل والتابعون طابقات عشرة مع خمسة أولهم ذو العشرة وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير وآخر الطباق لا خيانة وسائب كذا صدي واقسي وخيرهم قويس نم الأفضل فابن المسيب وكان العمل على كلام الفقهاء السبعة هذا عبيد الله سالم عروة خريجة وابن يسار قاسم أوفى أبو سلامة عن سالم وبنت سيرنا وأم الدرداء خير النساء
ليس معرفة وزهدا. ومنهم المقضرمون مدركوا نبوة وما رأى مشترك. يليهم المولود في حياته وما رأوه عد من ضواته. ومنهم من عد في الأتباع صحابة لغالق أو داعي. والعكس وهما واتباع قل يعد كتابع الأتباع إن حمل ورد. ومعبر أول من منهم قضى وقالت آخرهم موتا مضى. رواية الأكابر عن الأصاغر والصحابة عن التابعين. وقد روى الكبار عن صغار في السن أو في العلم والمقدار أو فيهما. وعلم ذا أفاد ألا يظن قلبه الإسناد. ومنه أخذ الصحب عن أتباع وتابع عن تابع الأتباع. كالبحر عن كعب وكالزهري عن مالك ويحيى الأنصاري. رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة. وما روى الصحب عن الأتباع عن صحابة فهو ضريب للفطن. ألاف فيه الحافظ الخطيب ومنكر الوجود لا يصيب. كسائب عن ابن عبد عن عمر ونحو ذا قد جاء عشرون أثر. رواية الأقران. وواقعت رواية الأقران وعلم ما يقصاد للبيان. ألا يظن الزيد في الإسناد أو إبدال عن بالواو والحدار. أو إياك في الإسناد قد تقاربا والسن دائما وقيل غالبا. وفي الصحاب أربع في سندي وخمسة وبعدها لم يوزدي. فإن روى كل من القرنين عن صحيبه فهو مدبد حسن. فمنه في الصحب روى الصديق عن عمر ثم روى الفاروق. وفي اتباع عن عطاء الزهري وعكسه ومنه بعد فدري. فثارة رويهما متاحد والشيخ أو أحدهما يتاحد. ومنه في المدبج المقلوب مستاويا مثاله عجيب. مالك عن سفيان عن عبد الملك وذا عن الثوري عن مالك سلك. الإخوة والأخوات. ومسلم والناس إذ صنفا في إخوة وقد رأوا أن يعرفا. كي لا يرى عند اشتراك في اسم لب غير أخ أخا وما له انتسب. أرباع إخوة رووا في سندي أولاد سيرنا بفرد مسندي. وإخوة من الصحاب بدرا قد شاهدوها سبع ابن عثرا. وتسعة مهاجرون هم بنو حريف السمين كل محسن. رواية الآباء عن الأبناء وعكسه. وألف الخطيب في بآثر عن ابنه كوائل عن بكر. والوائل في عكسه فإن يزد عن جده فهو مع لا تحد. أهمه حيث أب والجد لا يسمى والآباء قد انتهت إلى عشرة وأربع في سند مجهل لأربعين مسلم. وما لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالأكثر.
يكثرون احتج به حملا لجده على الصحاب وقيل بالإفصاح واستيعاب وهكذا نسخات بهز واختلف أيهما أرجاح والأولى أولف واعدد هنا من تروي عن أم بحق عن أمها مثل حديث من سبق السابق واللاحق في سابق ولاحق قد صنفا من يروي عنه اثنان والموت وفاء لواحد وأخر الثاني زمن كمالك عنه روى الزهري ومن وفاته إلى وفاة السهم قرن وفوق ثلثه بعلم ومن مفاد النوع ألا يحسب حلف وتحسين علو يجتبى بين أبي علي والسبط اللذى للثالث قرن ونصف محتذى من روى عن شيخ ثم روى عنه بواسطة ومن روى عن رجل ثم روى عن غيره عنه من الفن حوى ألا يظن فيه من زيادة أو انقطاع في الذي أجاده المحتال صناف في الوحدان مسلم بأن لم يروي عنه غير واحد ومن مفاده معرفة المجهول والرد لا من صحبة الرسول مثاله لم يروي عن مسيب إلا ابنه ولا عن ابن ثولب عمرو سوى البصري ولا عن وهب وعامر بن شهر إلا وفي الصحيحين صحاب من أولى كثير الحاكم عنهم غافلا من لم يرو إلا حديثا واحدا وللبخاري كتاب يحوي من غير فرد مسند لم يروي وهو شبيه ما مضى ويفترق كل بأمر فاد راية تحق مثل أبي به عمارة روى في الخف لا غير فكن ممن حوى من لم يروي عنه إلا واحد ومنهم من ليس يروي إلا عن واحد وهو ظريف جل كابن أبي العشرين عن أوزاعي وعن علي عصيم في الأسباع وابن أبي ثور عن الحبر وما عن موسى والزهري فرد بهما من أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياته وعنام من قد عز من رواته مع كونه قد مات في حياته يدرى به الإرسال نحو جعفر وحمزة خديجة في أخر من ذكر بنعوت متعددة وألف الأزدي في من وصف بغير ما وصف إرادة الخفا وهو عويص علمه نفيس يعراق من إدراكه التدريس مثاله محمد المطلوب خمسين وجها اسمه مقلوب أفراد العلم والبرزعي صناف أفراد العلم أسماء نو ألقاب نو كنا تضم كأجمد وكاجبيب تندري وشاكل الصنابح بن الأعسر أبي معيد وأبي المدلة أبي مراية اسمه عبد الله سفينة مهران ثم من دل بالكسر في الميم وفتحها الأسماء والكنى
وعلى في الأسماء والكنى فربما يظن فرد عددا توهما فتارة يكون الاسم الكنية وتارة زاد على ذا كنية ومن كني ولا نرى في الناس اسما له نحو أبي أناس وتارة تعدد الكنى وقد نقيب بالكنيات مع أخرى ومنهم من في كناه مختلف لاسم وعكسه وذيل أو ألف كلاهما ومنهم من اشتهوا بكنية أو باسمه إحدى عشر أنواع عشرة من الأسماء والكنى مزيدة على ابن الصلاح والألفية وألف الخطيب في الذي وفى كنياته مع اسمه مختلفا مثل أبي القاسم وهو القاسم فذاكر بواحد لا واهم وفي الذي كنياته قد أولف اسم أبيه غالق به انتفى نحو أبي مسلم ابن مسلم هو الأغر المدني فعلمي وألف الأزز عكس الثاني نحو سنان ابن أبي سنان وألف من واردت كنياته ووافقته كنية زوجاته مثل أبي بكر وأم بكر كذا أبو ذر وأم ذر وفي الذي وفاق في اسمه الأب نحو عدي بن عدي ناسبا وإن يزد مع جده فحسني كالحسن بن الحسن بن الحسن أو شيخه وشيخه قد بانا عمران عن عمران عن عمران أو اسم شيخ لأبيه يأتسي ربيع ابن آنس عن آنس أو شيخه والراوي عنه الجاري يرفع وهم القلب والتكرار مثل البخاري راويا عن مسلم ومسلم عنه روى فقسم وفي الصحيح قد روى الشيبان عن ابن عيزار عن الشيبان أو اسمه وناسب الفتاكر كحميري ابن بشير الحميري ومن بلفظ ناسب فيه سمي مثاله المكي ثم الحضرمي وعلى بلا القبيل ما تقدم وساب بالوضع وألف فيهما كعارم وقيصر وغندر لستة محمد بن جعفر والضال والضعيف سيدان ويونس القوي ذو ريان ويونس الكذوب وهو متقن ويونس الصدوق وهو موهن المؤتلف والمختلف أهم أنواع الحديث ما اختلف خطا ولكن لفظه قد اختلف وجله يعرف بالنقل ولا يمكن فيه ضابط قد شامل أول من صنفه عبد الغني والذهبي آخرا ثم عني بالجمع فيه الحافظ بن حاجر فجاء أي جامع محرري وهذه أمثلة مما اختصر ابن الصلاح مع زوائد أخر بكريهم وابن شريح أسفعوا وجاهلون وغير أسفعوا أسيد بالضم وبالتصغير أبناء بالجدعاء والحضير وأخنس أحيحة وثعلبة وابن أبي إياس فيما غذبه ورافع سعيدة وزافر كعب ويربوع زهير عامر ثم أبو عقبة مع تميم وجد قيس صاحب تميم
واجني أبا أسيد الفزاري وابن علي وثابت البخاري ثم ابن عيسى وهو فرد آمنه وغيره أمية أو آمنه محمد بن آتش الصنعاني بالتاء والشين بلا تواني أثواب نجل عتبة والأزهر ووالد الحريف ثم اقتصري وآبوا علية ومعشري خذينة حماد براء اذكري إلى بخارى نسبة البخاري ومن من الأنصار فالنجاري وليس في الصحب ولا الأتباع من ينسب الأول بالإجماع والد رافع وفضل كبر خديج أهمل غير ذا وصغري حراش ابن مالك كوالد ربعي اهمله بغير زائد كل قريشي حزام وهو جم وما في الأنصار حرام من علم أهمل ليس غير الحضير أبو أسيد غيره خضير عيسى ومسلم هما حناق وإن تشا خباق لو خياق وصف أبا الطيب بالجرير ابن سليمان وبالحرير وليس في الرواة بالأمال وصفا سوى هارون بالحمال القدري محمد بن الحسن ومن عداه فضل من وسكني علي النبي ولد فؤادي وابن أبي فؤاد الإياد الدابري إسحاق والدريد نحويهم وغيره زرندي بالفتح روح سالف وواهم من قال هم روح ابن القاسم ابن الزبير صاحب ونجله بالفتح والكوفي أيضا مثله السفر بالسكون في الأسماء والفتح في الكنى بلا انفراء عمرو وعبد الله نجلى سالمة بالكسر مع قبيلة مكرمة والخلف في وليد عبد الخالق والسلمي للقبيل وافق فتحا ومن يكسره لا يعول ثم سلام كله مثقلوا إلا أبا الحبري مع البيكند بالخلف وابن أخته مع جدي أبي علي والناس في والسجد وابني أبي الحقيق للتهمد وابني محمد بن ناهض وفي سلام ابن مشكم خلف قفي سلامة مولاة بنت عابر وجد كوفي قديم آثر شيرين نسوة وجد ثاني محمد بن أحمد الزجاني السامري شيخ نجل حنبلي ومن عداه فافتحا وثقلي وسره بي ابن عمارة فقد وعسل وابن ذكوان انفرد بالبصرة العشي والعنسي بالشام والكفاتق العبسي بالنون والإعجاب كل ظنم إلا أبا علي بن عفان قمير بنت عمرو لا تصغري وفي خزاعة كريز كبري ونجل مرزوق رأوه سوه وابنو يزيد واس ولا مسوه كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فال وجهين حوى أبو عبيدة بضم أجمع زيد بن أقزم سواه وليس في الرواة من حضين إلا أبو ستان عن يقين
وللقبيل نسبة الهمدان وبالد أعجب بلا إسكان في القدماء ذاك ظالم وذا في الآخرين فهو أصل يحتذى ومن هنا خص صحيح الجعف لكل ما يأتي به موفي أخيات جد مكرز والأقلح كنيات جد عاصم قد لقح وكل ما فيه فقل يساو إلا أبا محمد بشار المادني وابن سعيد الحضرمي وابن عبيد الله بسر فاعلمي وابن يسار وابن كعب قل بشير وقل يسير بابن عمرو أو حسين أبو بصير الثاقفي مكبر وابن أبي الأشعاب نون مصغر يحيى وبشر وابن صباح برب الزار والنصري من نون يرى ماليك عبد واحد تميلا كنيات يحيى غير نميلا اسم أبي الهيثم تجهان واسم أبي صالح النبغان محمد بن الصلف توزين مسيب بالغير تغلبي أبو حريز وابن عثمان يرى بالحاء والزاي وغيره برى يحياه وابن بشر الحرير وغيره بالضمة الجرير جارية جمن أبو يزيد وابن قدامة أبو أسيد حيان باليائس وابن منقذ وابن هلال فافتحا ووحد أبناء عطية وموسى العارقة بالكسر والتوحيد فيما حقق أبا حصين الآسدي كبري ثم رزيق بن حكيم صغري حيات بي ابنه جبير محمد بن خازم الضرير ابن حذافة خليس فاقدي قبيل شيخ مالك وابن علي وكنية لابن الزبير الجورشي يونس والنضر فلا تفتش ثم عبيد الله فالقراز بالراء بدأ غيره قزاز بنت معوذ وبنت النضر أبيع وابن حكيم فدري رزيق بالراء أولا رباح وليد زيد وعطاء الصاح محمد يكنى أبا الرجال وعقبة يكنى أبا الرحال سريج ابن يونس والنعمان واكني أبا أحمد وابن حيان سليم بالتكبير والسينان فضل ومن عداه فالشيبان محمد عباد والناجي وعبد الأعلى كلهم سمي صبيح والد ربيع فافتحا واضمم أبا لمسلم أبي الضحى عياش للرقام والحمصي أبا كذاك المقرئ الكوفي وافتح عبادة أبا محمد واضمم أبا قيس عبادا ترشدي وفاتحوا بجالة ابن عبده كذا عبيدة ابن عمرو قيده والد عامر كذا وابن حميد وكل ما فيه مصغر عبيد وولد القاسم فهو عبثر وابن سوائل السدوسي عنبر عيينة وليد ذي المقدار سفيان وابن حصن الفزاري
عتاب بالتبن بشير الجازري عقيل بالضمي ثراوي الزهري ابن سنان العاوقي أفرزي قري منه وابن عبد شددي أبو عبيد الله فهو محرز صفوان أما المدلجي مجزز ولين عبد الله قل مغفل منفرد ومن سواه معقل معمر يشدد ابن يحيى ومنية بالياء أم يعلى ابن شرحبيل فقل زين بالزاي لكن غيره هذيل نجل أبي مرداس قل بريد وابن البرد غير ذا يزين هذا جميع ما حوى البخاري طبقه ضبط حافظ ذكار في مسلم خلاف البزار وسالم النصري هم جبار هو ابن صخر وعدي بن الخيار جارية أبو العلا بالجين سار أهمل أبا بصرات الغفار كذا اسمه حمين مع إصرار صغر حكيما ابن عبد الله ثم عبيدة بن الحضرمي لا تظن وافتح أبا عمير ابن عبدة وابن البريد هاشم فأفردا واضرب عقيلا في القبيل مع أبي يحيى الخزاعي كما ضمت صبي عياش بالياء ابن عمرو العامر مع نقطه وهكذا ابن الحنيري رياح بالياء أبو زياد وكنية له بلا تردان وكل ما في بين والموطأ فهو الحرامي براء ضبطا إلا الذي أبني معا أبي اليسر في مسلم فإن فيه الخلف قط وحبت بيدا ما عدا بن الصلت وواقد بالقاف فيها يأتي بالياء الأيليوث وشيبانا لكنه بناسب ما بانا ولم يجد موطا إن تفطني سوى بضم بسر ابن محجن المتفق والمفترق وعنا بما لفظوا وقد يتفق لكن مسمياته قد تفترق لا سيما إن يوجد في عصر واشتركا شيخا وراوي الفذر فزارتين يتفق اسما وأبا أو مع جد أو كنا وناسبا كآنس بن مالك خمس بان وأحمد بن جعفر بن حمدان ثم أبي عمران الجوني اثنين بصري وبغدادي أو باسمه واسم أب والناسب أو كنية كعكسه واسم أبي نحو محمد بن عبد الله من قبيلة الأنصار أربع سكن كذا أبو بكر بن عياش وضم إذن أبي صالح صالحا تعم وتارة باسم فقط ثم السمة حماد لابن زيد وابن سالمة فإن أتى عن حوض مهملا أو عالم فهو ابن زيد جعيلا أو هدبة أو السبو ذكي أو حجاج أو عفان فالثاني رأوا وحيثما أطلق عبد الله في طيبات فابن عمر وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود يرى والبصرة البحر وعند مصر والشام من لا أطلق ابن عمري وعن أبي حمزة يروي شعبته
عن ابن عباس بزال عدة إلا أبا جمرة فهو برا وهو الذي يطلق يدعى نصرا ومنهما في ناسب كالآمل والحنفي مختلف المحل وعدد بهذا النوع ما يتاحد فيه الرجال والنساء وعددوا قسمين ما يشتركان إسما بنت عميس بن رئاب أسما والثالث اسم وكذا باسم أبي كهند ابن وابنة المغلب المتشابه بالمتشابه الخطيب ألف وهو من النوعين قد تألف يتفقا في الاسم والأب اختلف أو عكسه أو نحو ذاك ما اتصف كابن بشير وبشير سميا أيوب حيان حنان عوزيا كذا شريح ولد النعمان مع سريج ولد النعمان وكأبي عمرو هو الشيبان مع أبي عمرو هو السيبان وكمحمد بن عبد الله المقرم المقرم المضاني وكأبي الرجال الأنصار مع أبي الرحال الأنصار المشتبه المقلوب ألف في المشتبه المقلوب رفعا عن الإلباس في القلوب كابن الوليد مسلم لبس شديد على البخاري بابن مسلم الوليد من نسب إلى غير أبيه ودل الذي لغير أب ينتسب خوف تعدد إذا له نسب كابني حمامة لأم وابني منيات جدة وللتبني مقداد لابن الأسود ابن الجارية جد وفي ذلك كتب وافية المنسوبون إلى خلاف الظاهر ونسب البدنية والقوزية لكونه جوار والتيمية كذلك الحذاء للجلاس ومقسم المولى بني عباس المبهمات وألفوا في مبهمات الأسماء لكي تحيط النفس منها علما كرجل وامرأة وابن وعم خال أخ زوج وأشباه وأم معرفة الثقات والضعفاء معرفة الثقات والمضعف أجل أنواع الحديث فاعرفي به الصحيح والسقيم وارجعي لكتب تضع فيها واتبعي وجوز الجرح لصون الملة واحذر من الجرح لأجل علة واردد كلام بعض أهل العصر في بعضهم عن ابن عبد البر وربما هدى كلام الجارح إن لم يكن ذاك بأمر واضح الذهبي ما اجتمع اثنان على توثيق مجروح وجرح من على وتعرف الثقات بالتوصيص من راو وذكر في مؤلف سكن أفرد للثقات أو تقريج ملتزم الصحة في التخريج معرفة من خلق من الثقات والحازم ألف في من خلق من الثقات آخرا فأسقط ما حدثوا في الاختلاط أو يشك وباعتبار من روى عنهم يفك كابني أبي عروبة والسائب وذاكروا ربيعة لكن أبي طبقات الرواة والطابقات للرواة تعرف بالسن والأخذ وقد تختلف فالصاحبون باعتبار الصحبة
طبقة وفوق عشر رتبة ومن مفاد النوع أن يفصل عند اتفاق الاسم والذي تلا أوطان الرواة وبلدانهم قد كانت الأنساب للقبائل في العرب العرباء والأوائل وانتسبوا إلى القرى إذ ساكنوا فمن يكن ببلدتين يسكن فانسب لما شئت وجمع يحسن وابدأ بلولواب ثم أحسن ومن يكن من قرية من بلدتي فانسب لما شئت ولن ناحيتي كذلك إقليم أو اجمع في الأعم مبتارئا وذاك في الأنساب عم وناسب إلى قبيل ووطن يبدأ بالقبيل ثم من سكن في بلدة أربعة الأعوام ينسب إليها فروي عن أعلام وله معرفة الموالي وما له في الفن من مجال ولا عتاقة ولا أحلف ولا إسلام كمثل الجعفي التاريخ معرفة المولد للرواة من المهمة مع الوفاة به يبين كاذب الذي ادعى بأنه من سابق قد سامع مات بإحدى عشرة النبي وفي ثلاث عشرة أبو بكر قفي وبعد عشر عمر والأموي أخير خمس وثلاثين علي في الأربعين وهو والثلاث ستين عاش بعدها ثلاث وطلحة مع الزبير قتلا في عام ست وثلاثين كلا وفي ثمان عشرة توفي عمير ثم بعده ابن عوف بعد ثلاثين بعامين وفي إحدى وخمسين سعيد وقفي سعد لخمسة تلي خمسين فهو أخير عشرة يقينا وعدة بنص حاب وصلوا عشرين بعد مئة تكملوا ستون في الإسلام حسان يلي حويطب مخرامة بن نوفل ثم حكيم حمدان سعيد وآخرون مطلق اللبيد عاصم سعد نوفل منتجع لجلاد أوس وعلي نافع نبيغة ثم تحسان فرد أن عاش ذا أب وجده وجد ثم حكيم مفرد بأن ولد بكعبة وما لغيره يعهد وما سمع حسان عام أربع من بعد خمسين على تنازع لمئة ونصفها النعمان وبعد إحدى عشرة سفيان ومالك في التسع والسبعين والشافعي الأربع مع قرنين وفي ثمان وثلاثين قضى إسحاق بعد أربعين قد مضى أحمد والجعفي عام ستة من بعد خمسين وبعد خمسة مسلم وابن ماجه من بعد سبعين في ثلاثة بحج وبعد في الخمس أبو داود والترمذي في التسع قلنا الحود والنسائي بعد ثلاثمائة عام ثلاث ثم بعد خمسة الدارقطن وثمانين نعي خميس قرن خامس ابن البجيع عبد الغنين تسعة وقد قضى أبو نعيم لثلاثين رضا وللثمان البيهقي لقاء
الخمسة من بعد خمسين معا في سالة يوسف والقطيب ذو المدية هذا تمام نغني الألفية نظمتها في خمسة الأيام بقدرة المهيمن العلام ختمتها يوم الخميس العاشر يا صاحب شهر ربيع الآخر من عام إحدى وثمانين الذي بعد ثمان مئة للهجرة نظم بديع الوصف سهل حلو ليس به تعقد أو حشو فعما بهذا الحفظ والتفهيم وخصها بالفضل والتقديم وأحمد الله على الإكمال معتصما به بكل حال مصليا على نبي قد أتم مكارم الأخلاق والرسل ختم.